آه مسك النار. تعالوا تعالوا تعالي هنا تعالي 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 هنا تعالي انت فين رايح؟ انا بمسك حالي انا بمسك تعالي قف مكانك تعالي ما حيتحرك تحسبوا المزرعة ما فيها أحد ايه. يعني تدخلوا بكيفكم وتخرجوا بكيفكم ايه تحسبون ما فاكرين ما في ضابط ولا رابط ايه فاكريني ايه لا لا احنا مصحصحين ونقرا النص حاجة حاجة فيكم منور شو تسوون هنا وش فيك انت وهو ها؟ وانت بعد اللي مسوي نفسك ضابط امن وش فيكم وليش جايين هنا تقبضون علينا بمزرعتنا والله مزرعة هذه هذه مزرعة جده انا عارف انها مزرعة جده اقول حنا انا حفيد انا حفيد جده الوحيد الان بعد ما راح سوسة انا اشفي اشفي اسمع انت خلينا نتفاهم معانا مسؤول الامن انت لا تتكلم كثير ترى قاعد تسولف من اول اقول مزرعتكم من فين كل واحدة تقول مزرعة جدي ومزرعة جدي كل واحد دخل قال مزرعة جدي انا مسؤول الامن في هذه المزرعة وشكلكم حرامية من يوم ما دخلتوا بشويش كده وقاعدين تسووا حركات تبوا تسرقوا المانجا والعنب ها مزرعتنا هذه مزرعتنا وش حرامية حنا مو بحرامية وانا شاكة فيك اصلا انت من وين جيت شكلها شكلها عرفتنا والله انت دراك لا لا حنا حنا وصبغة واستشوار يبيعونا هنا في محل المشغل دقيقة دقيقة انا مسؤول الامن ايش الكلام هذي انا جيت من السجن قصدي جيت من قسم الشرطة من أمن المزارع عشان أقبض عليكم أنتوا الاثنين داخلين كذا وأنتوا مدسدسين بشويش أيوة يسرقوا العنب والمنقى تسرقون عنب ومنقى يعني تاركين الألماس جاي تسرقون العنب يعني كيف 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 يعني أنا أقول اسمعني يا سيد فلتر يا سيد جرجير جرجير أنا أول مرة أشوفهم أنا حفيد جده الوحيد وأول مرة أشوف يعني هالبنتين في المزرعة إيه وترى حنا أول مرة نشوفكم أنتم الاثنين شكلكم توكم طالعين من السجن يا أخي يا أخي إيش دراهم يا أخي يعرفون إيش دراهم جايين من الشرطة وأنا من أمن المزارع وهذا شوشة أخوي ترى كويس ترى كويس ايش فيش فيش برافو عليكم شاطرين مره ابدعتم ابدعتم بالتمثيل ما عجب صفق ثاني مره عجبني الموضوع صفقنا انا شفت كيف والله شكرا لكم صراحه اول شيء وش اسمك انت شو اسمك ورده انت ورده ايه وانت ايش زهره مو واضح انك زهره لا زهره وورده ولا واضح انك يعني زهره يعني خلصت الاسماء صرتوا زهره وورده ايوه ها لا بس اسماءنا جايه من الزهر شوف هذيك هذه أنا زهرة وهذيك وردة طيب هذا نحلة لا لا. هذا نحلة وأنا فراشة أنتوا شو اسمائكم؟ طبعا أنا اسمي جرجير من أمن المزارع وهذا شوشة شوشة من مزرعة المزارع حفيد جده الأصلي فهمتي؟ حفيد جده الأصلي ركزي علي هنا علامة الأصلي ها. إذا أنت الأصلي أنا هنا مدير أمن المزارع كلها وجاي أقبض على المجرمين اللي زي بعض الناس خلاص الآن شو نسوي فيهم يا أمن شلون تدخلون مزرعة جده مزرعتنا يا جده يا يا أخي سؤال يا سهل جدو. سؤال سهل لا تعبين نفسك ندخل بال بيفضحونا بيفضحونا خلك واثق خلك واثق انا جبل جبل اسمعي اسمعي احنا ندخل المزرعه برجلنا اليمنى تقول كيف تدخل المزرعه يعني نقول بسم الله ترى لا تخافي عشان الشياطين زي بعض الناس اهلا 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 يا جدو اهلا يا جدو اهلا 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 بجدي اللطيف الله يشغلكم الله يشغلكم أشغلتونا لا حد يقدر ينام ولا حد يقدر يصلي ولا حد يقدر يقعد مع زوجته ولا حد يقدر يقعد مع عياله ولا حد يقدر يقعد مع نفسه أزعجتونا
اخي وانتم مين حتى كل من واحد جاب لي عيال رماهم عندي ذكرتوني من الجيران اللي يرمون عيالهم عند جيرانهم. لا اله الا الله اهلا لونا. والله كلامك صحيح ما ندري من هذول جاوا من هذول. يا جدو حنا احفادك ورد زهره وورده وترى جينا عشان نشوفك ونطمن عليك. خاصة لما عرف خاصة لما عرفنا انك فاقد للذاكرة ما تشوف شر يا جدو. فاقد الذاكرة. فاقد الذاكرة ايش؟ بالله كم الذاكرة حق جيجا؟ لو سمحت على هذا اعلمك كم الذاكرة. شكرا شكرا يا بناتي على سؤالكم عندي لكن انا ما اعرفكم ولا ذكرتكم. قالت زهرة ووردة يعني بالله بذكركم الرجال ما عنده الا احفاد ناس نعرفهم شوشة وسوسة والآن ذهب سوسة ولم يبقى إلا شوشة الحفيد الأصلي للجد. شوشة؟ أنت حفيدي بعد أنت؟ أيوة أنا حفيدك. ما أعرفك. لا أنا ابن بصلة. أحد يسمي بصلة في ذا الوقت؟ الله يتورط. شكله ما يذكرني يا جد. ما قلت لك يا شوشة أنا أحس إنه هذول الاثنين حرامية المانجا والعنب. صدقني أنا شاك فيهم. لا تشك ولا شيء الحرامية أنا وأنت. أقول أنتوا اسكتوا بلا مانجا ولا عنب. وأنتوا بتعرفون إن جدو فاقد الذاكرة. فاقد الذاكرة؟ لا 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 أنت فاقد الذاكرة؟ لا 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 بكامل قواي العقلية. الحمد لله. الحمد لله. تونا مغيرين له الذاكرة وجديدة والحمد نظيفة. جدو حاول تتذكرني لو سمحت. أحاول أتذكركم. أقول إحنا ما لنا دخل. إذا جدو ما ذكركم هذا ما يعني دليل إنكم أنتم أصلاً ما أنتم أحفاد. صح أنا بوديكم. نعم. أنا أنتوا الاثنين شايفكم أنا تلوسون بوديكم قسم الشرطة. لا تفكر اني بسيبك ترى لا تفكري. اصبر ما جاء تاكسي. قبل شوي في تاكسي ما جاء على اساس قبل شوي يا شوشه. ايش رايك نروح نوديهم قبل شوي يا شوشه؟ قبل شوي اصبر ساعه تقول انت جدي ما كان يذكرك. شلون يقبضون علينا ولا يقبضون عليك؟ اصبر انا بذكر جده بس هو نساني. بصله ما تعرفها؟ بصله انت تقول انا من بصله. بصلة هذا ولد جرجير؟ ها؟ ولد جرجير؟ لا أنا ابن بصلة. بصلة أنت ما قلت لي أنا بصلة وهذا كرفس مدري إيش. عرفتني؟ كرفس عرفته. أنت ما عرفتك كرفس. أنا عرفته بس أنت لا ما عرفت. كيف هذا الكرفس؟ يا أخي سؤال يا أخي أنت الحين ما تستحي من اسم بصلة؟ يا أخي أنت اللي مسميه وأنت اللي قلت لي إياه. أدري أنا ما حد يسمي بصلة. أنت قايل لي الريحه يا جد. اجل ما ابغى اسم بصله اعطي اسم امك الحقيقي. نعم. مو بصله؟ لا ابغى الحقيقي. انا اقول لك ابن بصله عشان تذكرنا الحقيقي. بتتذكر ما تتذكر؟ ها ايش رايك؟ بنتي بصله. الحمد لله. هي انت شوشة ولدها. ايوه عرفتك شفتي؟ هذا ولد بصله حفيدي. شفتي؟ هذا ما اعرف هذا برا الحشبه بس يقول انه حفيدي. لا مو حفيدي يا جدو. انا مدير امن المزارع يا جدو وجاي اقبض على الاثنين دول. أيه. وبوديهم الشرطه يا جدو امين. بقبض عليكم الاثنين بوديكم الشرطه. الحين خير انت ايش فيك؟ اسمك شيل يدك عنهم ابعد عنهم. يا سبانك ارجع الله لا ابعد هناك يا جدو امين. شيل هذا من هنا. اول مره اشوف مدير امن ما شاء الله بينفقع ما شاء الله. وهذا عارف الامن يا اخي يكون نحيف لياقي يروح يجي. لا هو كان يقعد على الكرسي كثير وياكل ويراقب الشاشات. خير ايش فيك تمسكهم؟ ايش فيك وين توديهم؟ هذا رحمه جدو. هذول حراميه ابغى اوديهم للشرطه. اصبر ممكن تبين وجهك شوي؟ اقول لا اكثر انت وراسك هذا. انا مغطي الشنب والله بصدق ماخذ حيز كبير. يلا 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 انا شوف انت لا تخليني اسوي معك مشاكل والله العظيم. لا ترى انا ماني طايقكم في هذه المزرعه ابدا. ما عرفتك. ولو علي ما اخليكم هنا يا جدو. اصحى يا جدو انت الى متى انت في غفله يا جدو؟ صحي انا صاحي ولا رحت فتحت الخزنه اخذت الفلوس اللي في الخزنه. ما شاء الله الخزنه مفتوحه ما شاء الله. جدو ايش اللبس الحلو هذا؟ الله يسلمك والله قمت الصباح اليوم طفشان فقلت خليني افتح الخزنه اللي في الغرفه اللي فوق. أيوة. اللي فيها ملايين. فتحتها يوم فتحت الخزنه اخذت لي كم مليون رحت شريت هذا. شوف كيف يا سبانخ. يوم صار يوم احنا احفاده خليناه كيوت
خليناه يعني ما شاء الله. حلق شعره، حلق شعره جدو امين. يعني انت يا جدو اشتريت هذه الملابس من شوشه؟ لا، من الخزنه حقتي اللي فوق اللي ما حد يدري عنها. اشتراها من الخزنه؟ الخزنه وين مكان الخزنه يا؟ فوق في الغرفه في الزاويه ورا الدولاب تحت ملابس. لا يا يعطيك العافيه يا جدو. يا جدو لا غلط غلط. لا هذا الامن، الامن بيحافظ عليه. لا 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 اسكت يا جدو، ما حد يروح له. خلاص انا بعلمك، بس شفت السراويل السنه حقتي هي تحتها يا جدو. هي المرحلة الأخيرة يا يعني يقصد السلم الكهربائي اللي بيبنيه إن شاء الله. نعم أيوه. أنا ما عرفت المحل يا جدو أمين، ما عرفت. أنا من أمن المزارع وإن شاء الله بإذن الله أصير من أمن المخازن إن شاء الله. لكن الثلاجة اللي في غرفة الفريزر فيها ألماس، وين ولا ألماس؟ ما لقيت الألماس يا جدو أمين. وش فيك انت؟ لا بس لعل لا تقول، لا تقول الكلام هذا. احنا لنا سنين نحفر في هذه المزرعه ونطلع على الماس ونحطه وندسه، وانت دحين جاي عشان كذا ابغى احفر احفر. اسمعني انا بصراحه دارس دراما، دارس دراما. اكيد سبانخ يعني مسوي حركه هو والبنات ضد الموضوع علشان يسرقونك يا جدو. وانا معاك، انا احس الامني يقول انه هذا الموضوع صاير ما بين سبانخ والبنات وبيسرقوا المانجا والعنب، واضح من عيونهم ونظراتهم. حتى سبانخ شوف وجهه، شوف وجهه، شوف وجهه. أيوة. مانجا وعنب ترى اسمع، ترى احنا شفناكم، ترى احنا شفناكم في قائمة المطلوبين امنية، انكم مطلوبين. انت قلتي ان وهاربين من السجن. اسمعي اسمعي اسمعوا، قائمه ايش؟ كيف عرفتوا؟ قائمه دقيقه، لا تتشتت الموضوع. اسمع اسمع يا شوشه، اجلس. هذه قائمه المطلوبين، احنا جالسين. انا قريتها برضو. شوشه شوشه وفلتر وسوسه، بس هذا معاهم ما يعرفوني ما يعرفوني. اسمعني، لا تفضحني يا اخ سبانخ. هذا فلتر يا اخ سبانخ. انت اسمك فلتر؟ لا جرجير. فلتر مين ده؟ انا اسمي جرجير، جرجير من امن المزارع. انت ما تحفظ يا سبانخ؟ يا جدو يا اخي، شوف هذول اتهموني. انا حفيدك الاصلي وجرجير ولد فصلي. كيف؟ هلا انت سبانخ ما غيرك؟ ايوه يا جدو. انت رجل زيتونة؟ الحمد لله. عرفتك باشا اخيرا. الحمد لله. حياك الله. يا مرحبا. هذول عيال قوطة يا جدو. قوطة؟ ايه قوطة. ايه قوطة اللي سافرت قبل سنتين. وين راحت؟ راحت جزر الكاريبي. قوطة ما غير راحت البحر. ايه ما عرفتها صراحة، بس انا اذكر قوطة. انا اقول خلاني اضربك على راسك. انا تذكرت انك انت رجل زيتونه اللي دائما تضربك في الليل. ايه دائما تضرب، تمنعك ما تطلع تروح يمين. اذكر شوف ما اذكر يا اخ جدو. نعم. يمكن تذكر الرجال لانه قديم. ليش قديم؟ قل لي ليش. ليش؟ لا واضح الله في الوجه ما هو ملون. ما هو حنا ملونين، هذا مو ملون يا اخي. لا انا السماجه هذه ما هو ذكرنا. تكفى ذكرنا. شوف مساكين ذكرنا. وردة الله يعافيك يا جدو. انا ايه احنا حفيداتك وردة وزهرة. لو سمحت تذكرنا. انا شاهد. اتاكد. شوفوا هذولي اخوات وردة وزهرة. ايه اخوات. بنات قوطة. بنات قوطة. قوطة بنتي ولا انا بنتك اللي راحت الكاريبي. ايه يا اخي انا هذه شاك في هذه ما ادري نص نص. هذه اللي اختها ورده. هذه وهذه زهره. زهره اي زهره ايه. عرضكم على انتم بنات قوطة. الحمد لله. هذا مو احفادك. شايف هذول احفادك يا جدو؟ هذول احفادي. هذول مو احفادك. هذول بالجزمة اعطيهم. ما الله. هذول احفادي. يا اخ جدو. نعم. يا اخ جدو. نعم. انت كيوت. ها؟ ولبسك ممتاز. اي. وبرتقالي. ايه. امورك زينة. من فلوسي، من حرمالي، من الناس فيها باللبسك اللي من فين. بس هذه حقي يا جدو. ليش تلبسها حقي؟ زيتوني مضربتك اخر يوم، مرمتها من فوق وطاح يدي. شو اسوي؟ اسمع خلال حرمتك عشان ما تضربك. صح. المكان. الله المستعان. بس الله ضربها يعور يا شوشة. لا تحاول
إن جدي تخليه يبعد عن ذاكرته زيادة. شوف، بما أني أنا يعني شوشة معروف بأي شيء، يعني إنسان عنده شعر منكوش كذا، أفهم أنا. اسمعني يا، شوف، إحنا والأخ جرجير من أمن المكان ومن أمن المزرعة، أمن المزارع، نعم، جينا نهتم في الموضوع بشكل فعلي. أقول اسمعني.